نتواصل في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري لعملية تصويت المصريين في الداخل بالنسبة للانتخابات الرئاسية 2024. المستشار روفائيل بولوس رئيس حزب مصر القومي ينضم إلي عبر الهاتف. سيادة المستشار، برحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا بك سيادة المستشار، ماذا تقول عن عملية التصويت اليوم؟ هذا الواجب الوطني والعرس الديمقراطي للمصريين. حقا اليوم عرس ديمقراطي لانتخابات رئاسية في جمهورية مصر العربية. نحن كحزب مصر القومي وكمواطنين نطالب الجميع بجميع فئاتهم وبجميع انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والدينية أن يتوجهوا اليوم وغدا وبعد غد إلى الصناديق الانتخابية ليقولوا كلمتهم حيال الانتخابات الرئاسية. فهذا واجب وطني وواجب ديني أيضا، علينا جميعا أن نقول كلمتنا. هناك 4 مرشحين للرئاسة، نختار ما نختاره، ولكن نحن كحزب مصر القومي استقر رأينا النهائي على انتخاب ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح، وقد فعلا تقدم بالترشح ونحن نؤيده بكل ما نملك من قوة. معذرة سيادة المستشار، سنلتزم بالضوابط الخاصة بالتغطية الإعلامية وضوابط الصمت الانتخابي، لا داعي لأي من المرشحين، فقط نتحدث عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية. المشاركة الانتخابية واجبة، ونحن نطالب الجميع بالتوجه إلى الصناديق الانتخابية ليقولوا كلمتهم. نعم لمن يختاروه، وهناك 4 مرشحين. كيفما ترى من هو الأفضل، كيفما هو ترى أن يكون هو الرجل المناسب للمرحلة الحالية، من هو له حق الترشح، من له حق التدخل في أداء في هذه الانتخابات، لأن المرحلة حاسمة والعالم كله ينظر إلى الانتخابات الرئاسية في مصر. فلا مجال للتقاعس، فلا مجال للجلوس في المنزل، الكل ينزل، الرجل والسيدة والطفل وكل من له حق الترشح أن يتوجه إلى حق الانتخاب أن يتوجه إلى الصناديق الانتخابية. نعم، الصورة هذا مطلب جماهيري وشعبي ووطني. نعم، البناء الثقافي والصورة التي تتوارثها الأجيال في عملية التصويت، والأب والأم اللذين يذهبان إلى لجان الاقتراع المختلفة للإدلاء بصوتيهما، والأطفال يشاهدون هذه العملية وكيفية المشاركة الخاصة بالآباء. يعني كيف تنقل هذه العملية إلى الأجيال؟ كيف تشكل نوع من أنواع البناء الثقافي والتربية الذهنية والوجدانية للأجيال القادمة؟ بلا شك الطفل عندما يرى أباه ووالدته يتوجهون في المناسبات الانتخابية أيا كانت، انتخابات رئاسية، انتخابات برلمانية، انتخابات محلية، عندما يرى ذلك بعينيه ويسمع لابد أن يتولد لديه ما يسمى بالانتماء للوطن، ما يسمى بحب الوطن، ما يسمى بالتوجه إلى الصناديق الانتخابية للإدلاء بصوته. الطفل هو تربية، عندما يرى والديه لديهم الانتماء السياسي والحزبي، نعم، فلا بد أن يتعلم منذ الصغر أن يتوجه إلى الصناديق الانتخابية. عندما يصل إلى مرحلة السن الذي يؤهله إلى الحصول على البطاقة الشخصية الرقم القومي يكون له حق الانتخاب، عندئذ يتوجه تلقائيا، لأنه تولد لديه الانتماء للوطن والانتماء للحق الكلمة. ماذا عن التربية السياسية والمشاركة في الأحزاب المختلفة والمشاركة في أيضا صياغة ملامح الجمهورية الجديدة؟ المشاركة السياسية، وأنا عايز أقول إحنا كحزب مصر القومي بنقول دايما حتى للبراعم للأطفال أن يحضروا إلى مقرات الأحزاب مع والديهم عشان يروا الاجتماعات وما يدور في الاجتماعات وما يدور في الناحية السياسية والناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية، أن يكون لديهم فكرة الأطفال أن يأتوا مع والديهم إلى مقرات الأحزاب. هذا مطلب
نحن نفذناه فعلا في حزب مصر القومي الذي أتشار برأسه. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيادة المستشار رفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي.